وبعدين ده انا جايبه له الاكل اللي هو بيموت فيه وان شاء الله هيموت بيه، ومن الريستوران اللي هو بياكل منه وهو مغمض عينيه. هو مغمض عينيه؟ انا مش مطمن. ليه يا ابني؟ ما احنا ماشيين صح اهو، الاوردر وطلبناه وباسم زفتة التين اميره، والراجل بتاعك واستلم وجابه لنا وبنظبطه. خايف من ايه بقى؟ انا مش خايف، انا بس بحط افتراضات. افرض ان هو قبل ما ياكل كلم اميره وسالها. يسال مين يا ابني؟ دي حاجه معتاده عملناها 100,000 مره وانا مسافره. مش عارف، يمكن عشان حوارات السم دي ماليش فيها. ومالكش فيها ليه بقى يا حبيبي؟ يعني شايفها بتاعت حريم، عايزه حد ايدي ناعمه زيك كده، وانت عارفاني انا بحب اجيب من الاخر واخلص على طول. طب ما انت يا مخلصاتي اللي قلت ان ده مش هينفع معاه. هو صعب، حد يعرف يصطاد نديم باشا ده لوحده؟ ده ابن لذينه رافع الكتاف على الكل، ما بيخطيش خطوه غير بحساب. ده غير بقى ان الدنيا هتقوم ومش هتقعد غير لما يعرفوا مين اللي قتل، ويجيبوا كمان السلاح اللي اتضرب بيه. انما كده في الشياكه، الاوردر وطلبناه من المطعم الفلاني وباسم سكرتيرته، يعني التحقيق رايح في اتجاه تاني خالص. ده لو بقى في تحقيق اصلا. مش يمكن يقولوا قضاء وقدر ونخلص؟ في الحالتين انت لازم تظهري بعديها بكام ساعه. طبعا اول ما عرفت الخبر ركبت اول طياره وجيت على طول، وانت طبعا هتكون وصلتني المطار عشان لما اميره تبعتي سواق الشركه يجي يلاقيني ضربه طقم اسود وهتك يا عيال، وازاي ده حصل وعايزه حق جوزي، والمطعم ده لازم يتقفل، وكلها اسبوعين ثلاثه والقضيه تتحفظ ونعيش حياتنا. يا بنتي ليه؟ ربنا يستر. ايه بقى يا صبي تتنين عمر؟ هتصيب. المهم بس الواد اللي بيعمل فيها بتاع الدليفري وهو بيسلم الاكل السيد بتاع الامن. لا ما تقلقيش، انا مختار واد فرازه. اهو الواد الفرازه ده هو الخيط الوحيد اللي ممكن يوقعنا. خليك ذكي واقطعه. ادري هو المكنه اللي معاه بعد ما يخلص المشوار. ايه المكنه دي؟ مكنه موتوسيكل يعني. طب خليه يسرع قبل ما الباشا يروح وينام من غير عشا. ما تقلقيش يا رشا، مفيش حد بينام من غير عشا. جايلك يا روحي. حني بابي. لوجي لوجي، قول للسيد دي حط العربية من فين بسرعة. العربية يا سيد، العربية. ايه يا مفيد؟ ما تقلقش يا نديم، هذا اللي زي الفل يا حبيبي، هذا اللي زي الفل. خير خير ان شاء الله. تقلقش يا نديم. نديم نديم، أرجوك أرجوك يا نديم. أكيد الأكل. هي دكتور ده مش فود بويزنج. أكل ده السيانيد اتحط في الأكل. أنا كنت شاكك في كده، كنت شاكك في كده. Thank you.
قومي يا حبيبتي، قومي يا روح، قومي يا روح، قومي يا روح، قومي يا روح، قومي. أنا يا دوب خدت بالي إن ربنا بعت لي بنت جميلة زيك، تروح أنت ماشية، قومي يا روح، قومي، قومي يا روح. شوف لنا ايه الاخبار بقى. اخاف ابعت حد من رجالتي اتلقيت هناك. انت لازم تبعت حد يعني؟ امال يعني اعمل نفسي من بنا واروح له؟ اظن عادي. لا، هو اللي مش عادي ان اروح له البيت في ساعه زي دي. طب ما تكلمه، يمكن يرد عليك من جهلم ويقول لك استنى يا قط بتعذب شويه. وماله، اكلمه عشان تبقى نمرتي اخر رقم على موبايله، وابقى اول واحد يستفتحه بالنيابه. جميل والله يا رشا. ده انت طلعت بتفهم اهو. انا فاهم الدنيا فيها ايه، وعشان بفهم انا لازم نتكلم هنا لحد ما الخبر يجينا لوحده. مش قادره، هموت واعرف ايه اللي حصل. وطفح ولا اتنيل نام من غير عشاء؟ هقولك على حاجه، انت اتكلم سيد، قول له بقولك ايه يا سيد، هو الباشا فين؟ عمال اكلمه ما بيردش على موبايله. ادخل شوفهولي عشان انا عايزه في حاجه مهمه. فسيد بقى يدخل على نديم باشا يلاقيه مرمي جنب الاكل، واول ما وكيل النيابه يساله يقول له يا باشا والله العظيم انا دخلت اطمن على الباشا، اصل عماد القط كان بيتصل بيه ما بيردش عليه، ويجي يشوف موبايل الباشا ما يلاقوش نمرتي، اروح انا بقى في 60 داهيه. ده انت طلعت بتفهم بجد. ما تحترمي الشقاوه يا رشا، الصبر حلو، وعشان كده احنا نفضل هنا لحد ما الخبر يجي لنا لوحده. طب يلا بقى عايزين نحتفل. شيرز يا بيبي. حبيبي لوجي. مين بنتك؟ يو يا عماد انت تقيل قوي. لوجي عند عمها، ايه اللي هيوديها هناك اصلا؟ قدرها. شوف برضو يا ابني، انا ما بحبش حد يهزر معايا وانا لسه صاحي من النوم. اجري
اجري اعمل لي كوبايه نسكافيه عشان افوق لهزارك الغبي ده على الصبح. وبعدين انت بتستعبط؟ سايبني طول اليوم نايمه عشان تيجي تصحيني وترخم عليا؟ قول انك بتستعبط وخايف تصدمني وتقول ان نديم ما ماتش. يا ولع ما ماتش النهارده هيموت بكره. لكن ليه تدخلوش في حاجه زي دي؟ ليه تبشر عليها؟ دي مهما كان بنتي. هي صحيح في سن رخم ما بحبوش لكن مسيري فيهم. انت ساكت ليه؟ ايه انت؟ قول انك بتستعبط. اهو الكذب باين في عينيك. يا جحيم وين يا فرنسا؟ بتكذب عليا ليه؟ عملت لك ايه انا عشان تكذب عليا وتفول على بنتي؟ عشان تكذب عليا اهدي اهدي يا رشا. عشان ايه؟ عشان اصدق كذبك؟ وبعدين ايه رشا دي؟ انت نسيت نفسك؟ انت صدقت اني بموت فيك؟ تبهدل من هنا ورايح. اسمي مدام رشا او رشا هانم يا حيوان. مش طبعا امشي اطلع بره. طب انا هسيبك عشان تهدي. امشي اطلع بره يا حيوان.